لا تخافوا علي، أنا كتير منيحة، على الأغلب ارتفع ضغطي. أمي ما تخافي بنتي، ما شربت دواي مشان هيك دخت، هلأ بشربه، لا تخافي. دوا شو؟ دوا الضغط بنتي، هو بالشنطة، هلأ باخده، لا تخافي. ليش أنتي معك ضغط؟ أصلي وقفي وقفي، استني هلأ لحظة. خلاص لا تتعذبي. يا طار خانم شو هاد؟ أصلي بس دقيقة، أصلي هاد الدواء مو للضغط. إيه صح، مو للضغط، معك حق. أصلي لا تقولي شي لفرهاد لو سمحتي. جلسوم، شو صار؟ كيف وضع أمي هلأ؟ صحيت بس هي مو منيحة أبدا. كيف مو منيحة؟ صحتها تعبانة، عم تموت. أنت معند وهي عم تموت بسببك، حتى ما عم ترضى تحاكيها بنوب. شو القصة يا جيت؟ أنت ما رح تسامح أمي أبدا. نحن كلنا سامحناها، أخي سامحها وأنا سامحتها، قلنا بتضل أمنا، لهيك نسينا كل شي. بس انت لحد هلا ما قلت لها كلمه امي مره واحده بسبب غرورك وعنادك هاد. خلص جولسون، بكفي، خلص ما تحاكي هيك. امي مع ورم بدماغ فرهاد، خبت القصه عن الكل، نحن من فتره اللي عرفنا رافضه ان تعالجه، حتى الدواء ما بدها تاخده، كل هاد بسببك. اخي احكي لك شي كلمه، انت قلت رح تحل القصه بينهم، مشان هيك ناديت لفرهاد مشان يصالح امي وتتسكر العداوه اللي بيناتهم. احكي لك شي كلمه. ليش ما خبرتني من قبل؟ لانه امي كمان عنيده مثلك، ما كان بدها اياك تعرف، حتى ما كان بدها اي حدا منا يعرف. امي عم بتموت. إيه جيت؟ أمي أنا صرت قاتل، عملت أكبر ذنب وقتلت رجال. طيب انسى القصة ابني، رجال نزف كتير يا أمي، بحلف لك مو بقصدي قتلته. فرهاد ابني، أنت هلأ رجال هالعيلة، رح تعمل كل شي لحتى تحميه. بترجاكي خلينا نرجع البيت، رح أشتغل وأهتم فيكم، رح أدرس. بترجاكي أمي، كل شي رح يكون بخير مثل ما كان بده أبي. أبوك خلص مات. رافضة إنها تعالجه، حتى الدواء ما بدها تاخده، كل هذا بسببك أخي. هيك أحسن، هيك ما في ألم وأسهل بكتير. الهرب هو أسهل شي هلأ، دائما بتختار الشي السهل يا هيتان. أصلا مو أنت اللي جبتينا وإجيتي لهون، رميتي حمل كبير على كتافي من أنا وصغير، وقتها كمان اخترتي شي السهل. منيح اللي بلشوا بالعلاج بهالفترة عن طريق الأدوية وبس، صح ما بنعرف بأي مرحلة هلأ، بس هيك أحسن. خلص أنت لا تخافي بنوب، لأنه الدكتورة أصلاً عم يقدم لها العلاج المناسب لحالتها. بس هي ما بدها تاخد الدواء. لو ما بدها ما بتحط الدواء بالشنطة جلسوم. ما عم تاخده، هي بس حاطته بالشنطة منظر، دكتورة هو اللي خبرني. بس هي رح تتراجع حالتها يوم بعد يوم، لهيك لازم نتصرف.
يعني بس لو توافق إنه تتعالج أنا متأكدة بإنه رح تتحسن وبسرعة كتير كمان. طبيعي طبيعي هالشي، أصلاً ما بعتقد إنه الورم بمكان خطير لأنه وقتها كان طبيبة أكيد ما بيوافق إنه يعمل عملية جراحية أبداً، لهيك ما تخافي. عم تفهمي علي؟ إيه بس بالأول لازم تكون هي بدها تعيش يا أصلي، أمي هي اللي بدها تموت. طيب بس بظن مع الوقت رح يتغير رأيها، ما تنسي المشاكل اللي مرقت فيها، بدها شوية وقت، هالفترة ما عندها القوة. الرجال اللي حبته غدره ودمر حياتها على الآخر، حتى أنه خانه كمان، ابنها الكبير من جهة وبقية المشاكل من جهة. طبيعي تكره الحياة هلأ، بس مع الوقت رح تغير رأيها وتتعالج. منحكي معها كلنا وأكيد رح تقتنع، رح ترجع قوية مثل قبل، ما تقلقي. ماشي؟ ما بعرف. خليكي قوية شوي جلسوم.